ممكن يستدح. دايخ شوي. دايخ؟ ها قم يا حبيبي وديك هالملاهي، قم. قم ملاعبك. يلا خذ معارك تعال. يلا الحقنا الحقنا عنا بنروح للسيارة. يلا. اي بس. ابي اشغل السيارة قدام. روح الدورات قبل ما تجي. يا عيال بسألكم سؤال. هالحين. والله سحب عليك ابو غطي. وش تقول؟ كنت اقول له روح الدورات قبل ما يجي. خلاص اضحك. هذا سؤالك ابو غطي. لو في لو ما. بس هالكم صدق لا تضحكون لو ما في لو ما في سناب نبي نتجمع زي كذا لا لا والله بتجمع سؤال والله ما ندري يا ابو غازي والله يمكن بعضنا ما يسلم على بعض يا خلا تعلقت في كثير من العيال والله الحين احب واحب تعلق والله تعلق بدينك رجلينك اروح اجلس عند مرتي ابرك و هات المية اللي عطانا كيف في العرس مية وعشرين ما توقع اسمع اسمع شف انا ما توقع انك تنسانا يعني لو نسيت السناب ولو راح السناب لا تنسانا حنا كشخص يعني تدري ما ادري ظروف الدنيا شو يسوي بيها يقول في دراسة انك تعودت على الشيء خمس ست سنوات سبع سنوات اذا راح السناب يمكنك تمشي زي المجنون والله العظيم وليش دخلتونا فيه يا عيال الكلب